أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعديلاتها على مشروع قانون الضريبة، حيث قال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك في مؤتمر صحفي الأحد إن اللجنة رفعت حد الإعفاءات للأفراد إلى 10,000 دينار والأسر إلى 20,000 خلال العام 2019. توصلت اللجنة إلى أن الرقم الإعفاء يجب أن يكون بحدود 23,000 دينار، وتم التعامل مع هذا الرقم على النحو التالي: في سنة 2019 اللي هي ستبدأ بعد شهرين من 1/1/2019، سيكون هناك إعفاء لكل شخص غير متزوج بمبلغ 10,000 دينار، وسيكون هناك إعفاء للأسرة بمبلغ 20,000 دينار، وسوف يكون هناك إعفاءات مقابل الفواتير بمقدار 1,000 دينار عن كل ولد، وبحد أقصى مقداره 3,000 دينار. يعني على سبيل المثال، وأنا بدي أعطي للإعلام هذه المخطط اللي بيوضح القانون، إذا كان هناك أسرة مكونة من 3 أشخاص فأكثر، 3 أبناء فأكثر، يعني أب يعني زوج وزوجة ولديهم 3 أبناء فأكثر، هذول بيكون إعفائهم بسنة 2019 23,000 دينار، 10,000 دينار للشخص و10,000 دينار للمعالين و3,000 دينار مقابل الفواتير. والحقيقة نظرا لأن مشروع القانون جاء بنظام للفوترة، وهذا النظام سيتم تطبيقه بعد سنة من الآن. خلينا نعيدها مرة ثانية، خلينا نعيدها مرة ثانية. سيكون إعفاء الأعزب بمقدار 10,000 دينار، وإعفاء الأسرة بمقدار 20,000 دينار، ويضاف إلى ذلك 1,000 دينار مقابل الفواتير عن كل ولد من أولاد الموجودين في الأسرة. يعني إذا في شخص متزوج وما عندهم مش أولاد بيأخذوا إعفاء مقداره 20,000 دينار بالسنة، وإذا عندهم ولد واحد بيأخذوا 21,000 دينار، وإذا عندهم ولدين بيأخذوا 22,000 دينار، وإذا عندهم 3 أولاد بيأخذوا 23,000 دينار. وهذا الرقم نتعامل معه بصيغة أنه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستنشئ نظاما للفوترة. نظام الفوترة سيتم الانتهاء منه بعد سنة من الآن. المكلف إذا كان لديه أولاد يستطيع إحضار فواتير، أي فواتير للمكلف أو لأولاده، ويتم إعفائه بهذا المقدار. خلي الأسئلة في نهاية المؤتمر يا أخوان. في حالة إذا كان لدينا، طبعا سيكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستنشئ نظاما للفوترة بموجب أحكام هذا القانون، وهذا النظام يتوقع أن ينتهي العمل منه بعد سنة من البدء في تطبيق القانون. ولذلك في السنة التالية اللي بعد 2019 اللي تبدأ من 2020، الأعزب بقيت إعفاءاته 10,000 دينار، لكن سيتم منح الإعفاء بمقدار 9,000 دينار و1,000 دينار للأعزب مقابل الفواتير. يعني العشرة بقيت محفوظة ولكن تغيرت شكلها، يعني بقى صار 9,000 دينار الأعزب و1,000 دينار مقابل الفواتير، بما مجموعه 10,000 دينار. الأسرة بعد عام من 1/1/2020 إذا في 2 متزوجين وما عندهم أولاد سيكون إعفاءهم 20,000 دينار، 18,000 دينار إعفاء مباشر و2,000 دينار مقابل الفواتير. وإذا كان لديهم طفل واحد بعد 1/1/2020 سيكون لديهم 3,000 دينار للفواتير، وإذا كان لديهم طفلين راح يكون 4,000 دينار الفواتير، وإذا كان لديهم 3 أطفال فأكثر سيكون هناك 5,000 دينار الفواتير. يعني مبلغ 23,000 دينار يا أخوان سيبقى محفوظ بسنة 2019 أو بسنة 2020 وما تلاها، سيبقى مبلغ 23,000 دينار محفوظ. بالإضافة إلى ذلك إخواننا الأعزاء، نعلن عن منح إعفاءات إضافية غير هذه الإعفاءات وفوق هذه الإعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، وقررت اللجنة منح ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء مقابل الفواتير بمبلغ 2,000 دينار لكل حالة بغض النظر عن عدد هذه الحالات في الأسر. أنا بدي أكد أنه مشروع القانون أيضا أدخل تعديلات مهمة جدا، وخاصة في موضوع مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الأدوات التي تتعامل بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،
وتم بموجب أحكام هذا القانون نقل صلاحية تعيين الادعاء العام الضريبي من مدير عام دائرة الضريبة إلى المجلس القضائي، وفي هذا الحقيقة تعزيز لمنظومة استقلال القضاء وتماشي مع مخرجات لجنة تطوير القضاء وانسجاما مع الممارسات العالمية. النائب موسى الوحش انسحب من اجتماع اللجنة قبل المؤتمر الصحفي لاعتراضه على العديد من بنود القانون. في هذا اليوم وجدنا حركة التفافية حتى يتم تمرير هذا المشروع، بأن نقول للشعب أنه إحنا عام 2019 بنعفي 20 زائد 3000، ونبدأ بتطبيق مشروع الحكومة في عام 2020 باعتبار أنه يبدأ نظام الفوترة، تعود إلى 18000، 20 تعود إلى 18000، وفوقها يكون في بدل فواتير 5000 دينار تقريبا للأسرة. هذا الأمر اللي تم هذا اليوم شعرت أن هذا منسق له ومدبر بليل، يعني مدبر من قبل، وأنا فوجئت بأنه يعني في طريقة الأسلوب العرض، أنه عرض اقتراحي أنا 24004، شو رأيك في 24004 بعد ما سمح لوزير المالية أن يتحدث ويقول أنه صعب جدا أن ننزل الشريحة اللي تخضع للضريبة، وبالتالي لابد من أنه يمر الموضوع يعني حتى صندوق النقد الدولي ونقدر نستمر وإلى غير ذلك. الحكومة عاجزة عن أن تدافع عن مشروع القانون. رئيس اللجنة 90% من الدفاع عن مشروع القانون كان من رئيس اللجنة منذ أول يوم، وفي هذا اليوم ويوم الخميس لما دافع عن الحكومة وقال عندما لم تستطع أن تجيب عن الدراسة التي اعتمدت عليها، قال بالحرف الواحد إنه أنا اطلعت على دراسة البنك الدولي. ما شو دخلني أنا في دراسة البنك الدولي وأنا عندي دائرة الإحصاءات العامة فيها كفاءات وطنية مقدرة محترمة، وعدوا بدراسة حقيقية أن تأتي في نهاية شهر 11، فاعتمدت الحكومة على دراسة ليست حقيقية ولا صحيحة. وبالتالي أنا أعتبر أن هذا المشروع لم يلبي ولن يلبي طموحات الشعب الأردني. وكان النائب أبو صعيليك أكد خلال الاجتماع إن اللجنة اجتمعت واستمعت للعديد من الفعاليات الاقتصادية والشعبية للوصول إلى تعديلات القانون النهائية. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.